إذن متابعينا حبايبنا، عودة مجددة لكم عبر تلفزيون الشاهد. لقاءنا يتجدد دائما ودوما عبر تلفزيون الشاهد يوميا من الساعة 8:30 للساعة 9:00 مساء، من التسلية والوناسة والمتعة وكل هذا وأكثر. راح يكون يعني ما عليكم إلا أن تشاركونا على أرقام الظاهرة أسفل الشاشة اللي هو أرسال حرف الإتش أو على أو حرف الهاء على زين وطنية فيفو. أيضا حبايبنا هلا بالسعودية يطرشون حرف الإتش أو حرف الهاء على أرقام الظاهرة أسفل الشاشة. متابعينا حبايبنا، عرفتوا طريقتنا، أسئلتنا جدا سهلة وجوائزنا جدا قيمة. ناخذ وياكم أول اتصال حلقتنا لهذا اليوم ونقول ألو. إذن متابعينا، عندكم أيضا التكست بار الأبيض أو الشريط الأبيض اللي قاعد يدور طوال اليوم قاعد يدور ويعلمكم كيف أو يرشدكم إلى كيفية المشاركة في برامج تلفزيون الشاهد. شرط قاعد يدور على طوال اليوم. ناخذ اتصال ويا عبد العزيز. عبد العزيز، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله عبد العزيز، شلونك؟ شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله، دوم دوم يا رب. عبد العزيز، اي نعم. راح نشوف وياك لوحه الاغاني، تختار اغنيه من الاغاني، حلو؟ ان شاء الله. تفضل. عندك 5 اغاني. لا يا ابو الجدايل الاغنيه الثانيه، لا تشرح علينا الاغنيه الثالثه، ظالم وقاسي الاغنيه الرابعه، مقازل الخير الاغنيه الخامسه، الامل. الامل الرقم 5. حق من هدائك؟ حق الاهل. واصل ان شاء الله هدائك. يلا راح نلعب وياك لعبه، راح اعطيك مصطلح كويتي قديم وتعطيني شنو معناته، حلو؟ ان شاء الله. شقردي، شنو يعني شقردي؟ والله قالوا مثلا يعني نهار العدواني شقردي، شنو يعني؟ شغول. ها؟ شغول يعني؟ لا لا، قلنا شقردي مثلا فلان شقردي يعني يحب يشتغل، يحب يعني مو يحب يشتغل، صح؟ ايه. مبروك يا عبد العزيز، فزت ويانا بساعة يد ماركت ايفاد. مبروك يا عبد العزيز، وشاكرين لك اتصالك. متابعينا حبايبنا، نطلع وياكم نشوف الاغنية وبرد لكم. الامل 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 وله علي يكون في حبك ضحية. إذن متابعينا حبايبنا، حياكم والله من جديد. يمكن تشوفوني متغير أو إني هادي أو إني يمكن سببه مرضي، واسمحوا لي إذا قدمت أو قصرت وياكم بالتقديم، لكن يعني أصريت اليوم إني أداوم وأطلع على الهواء، نطلع أشاهد لكم. ناخذ اتصال سعود. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا سعود. الله يسلمك، شلونك؟ والله بخير الحمد لله. تمام؟ اي والله بخير الحمد لله. نشوف فيك لوحة الأغاني، تختار أغنية من الأغاني، حلو؟ ما أسمع. عندك 4 أغاني، لا يا أبو الجدايل، لا تشرح علينا، ظالم وقاسي، ومقازل الخير. جاسي وشنو؟ ظالم وقاسي. ظالم وقاسي. أوكي، حق من هدائك؟ كنا هم مصباح بس يوسف الدوخي. لا اقول لك حق من هدائك. ها؟ حق من هدائك؟ هدائي؟ ايه، هدائي حق ام ناصر. واصل ان شاء الله هدائك. سعود، راح اعطيك مثل وتكمل لي، حلو؟ تفضل، ما في خيارات؟ لا لا، راح اعطيك مثل وتكمل لي. اي تفضل. الذيب ما يهرول عبث. يا سلام عليك، مبروك عليك يا سعود، تفوت فينا بالشراك دي اسئله لمده 3 شهور بسرعه 1 ميجا من كيمز، وكيمز دائما الاقوى الافضل والاسرع. شكلك سعود على اتصالك. متابعينا نروح وياكم نتابع الاغنيه ورد لكم.
ظالم وجاسي شكيت لله جارح احساسي جرحى ما انسى ظالم وجاسي شكيت لله جارح احساسي جرحى ما انسى عقلي تخلت العمر كله عني تخلت العمر كله درب المحبة ما عاد يدله درب المحبة ما عاد يدله. إذن متابعينا حبايبنا عودة مجددة لكم من بعد هذه الأغنية، ونذكركم طريقة مشاركة لصار حرف الهاء أو حرف الإتش على أرقام الظهرة أسفل الشاشة زين وطنية وفيفا وحبايبنا وأهلنا بالسعودية أيضا يمكنهم المشاركة من STS وموبايلي. متابعينا حبايبنا ناخذ ثاني اتصال ويانا أو ثالث اتصال عفوا ويانا أحمد يوسف. أحمد ألو يا هلا، شلونك أحمد؟ هلا حياك الله، شو أخبارك؟ تمام الله يطول عمرك. تسلم. راح نشوف وياك لوحة الأغاني وتختار أغنية من الأغاني. حلو إن شاء الله. تفضل. عندك ثلاث أغاني، لا يا أبو الجدايل، الأغنية الثانية لا تشرح علينا، الأغنية الثالثة مغازل الخير. الأغنية الثالثة، الأغنية الثالثة مغازل الخير حق سلال الخراز. إذن حق من هدائك؟ والله دي حق الشعب الكويتي كله. تسلم. كل من قاعد يطالع التلفزيون شاهد. واصل واصل هدائك. راح نلعب وياك الحين اكمل المثل. حلو، توكل على الله. راعي النصيفه. بس المثل سهل ها؟ ايه اف عليك. راعي النصيفه. راعي النصيفه سالم. يا سلام عليك، وانت سالم ويانا وانت فايز ويانا. يعطيكم الف عافيه، مشكورين. اكوا بار، شاكرين لك احمد يوسف على اتصالك ونورتنا باتصالك. متابعينا حبايبنا نطلع وياكم ونشوف الاغنيه وارد لكم. مغازل الخير دوري، مغازل الخير دوري، مغازل الخير دوري، مغازل الخير دوري. إذن متابعينا حبايبنا عودة مجددة لكم بعد هذه الأغنية. ذكركم طريقة المشاركة حرف الهاء أو حرف الإتش على زين وطنية وفيفا. كل ما طرشت مسج أكثر كل ما كان فرصتك بربح ويانا أكثر فأكثر فأكثر. متابعينا حبايبنا ناخذ رابع اتصال ويانا لهذا اليوم ونقول ألو. أحمد. ألو. أحمد. ألو شلونك؟ الحمد لله تمام، شلونك؟ أخبارك طيب إن شاء الله؟ زالونك الله يسلمك. شلونك تسوي؟ ما شاء الله منور الشاشة. النور نورك وانت نورنا. شخبارك؟ شاكر لك الحمد لله تمام. ممكن اشارك اخوي سعود؟ اكيد اكيد ممكن تشارك. شوف ياك يلا لوحة الاغاني شلون. يلا خلنا نشوف. عندك اغنيتين، لا يا ابو الجدايل ولا تشرح علينا. لا تشرح خلاص الاولى، لا يا ابو الجدايل حق من هدائك؟ هديها حق ابوي فيصل، عفوا يدي فيصل وبابا خالد، وهديها حقك لاني احبك وايد. تسلم تسلم، شاكرين لك. راح الحين نلعب وياك اكمل مثل. حلو يلا. رزق القطاوه. رزق شنو؟ القطاوه. اي على منو؟ النايمات الخاملات. الخاملات الخاملات. يا سلام عليك يا سلام عليك يا احمد خالد، فزت ويانا طبعا خمس تذاكر مقدمة لك من الأكوبارك. شنو فز؟ خمس تذاكر مقدمة لك من الأكوبارك. شاكر لك أحمد على اتصالك. متابعينا حبايبنا نطلع وياكم نشوف الأغنية ونرد لكم.
غياب الله علينا لا لا تنسى زماني وعشرتي والصداقة لا لا يا بني مايل غياب الله علينا لا لا تنسى زماني وعشرتي والصداقة ولا لا يا ابو الجدايل لا تغلى علينا لا لا تنسى زماني وعشرتي والصداقة إذن متابعينا وحبايبنا دائما الأوقات الحلوة تنتهي بسرعة. يمكن أعتذر منكم مرة أخرى يمكن بسبب مرضي لهذا اليوم وإني مريض إنفلونزا وحرارة فتسمحوا لي إذا قصرت وياكم. متابعينا حبايبنا الوعد إن شاء الله باكر كونوا ويانا بنفس الموعد على نفس المحطة. تحياتي لكم هني وغني فمان الله.